يعتبر مشروع التسيير الذاتي واحدا من أبرز المشاريع التي يضمها برنامج الضمان الصحي الذي سيتم تطبيقه على مستوى مملكة البحرين، حيث يعمل المشروع على تحويل المراكز الصحية إلى مراكز ذاتية الإدارة من أجل تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية. هذا ويهدف المشروع إلى منح المواطن حرية الاختيار وخلق مسارات علاجية لتطوير جودة الخدمات والتنسيق والتواصل بين مقدمي الخدمات وتحسين الرقابة واتخاذ القرار والاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية. يعد مشروع التسيير الذاتي من أهم المشاريع التي سيلمسها المواطن عند مراجعته للمراكز الصحية، خصوصاً وأن خطة التغيير في نظام العلاج والمتابعة ستبدأ بعد عملية اختيار الطبيب المعالج من قبل المريض وأسرته، وبالتالي سيكون لكل مريض طبيبه الخاص. التسيير الذاتي الحين أصبح، الأول كان يعني كل الإدارة هاي تدار مركزية من وزارة الصحة، الحين عطيناهم إحنا نوع من يسمونه الأوتونومي أو التسيير الذاتي. المسؤول عنه طبعا المراكز الصحية، مسؤول جدا من مركز من يعني من هيئة مركزية، لكن المركز نفسه له استقلال ذاتي انه يقدر يحرك نفسه. فبعدين مثلا خصوصا نحن قسمنا المرضى على الأطباء، كل طبيب عنده يحول 2000 شوي أو أقل أو أكثر، وطبعا أعطينا المرضى حرية أنه يعني عقب السنة مرة أو مرتين ممكن يبدل طبيبه إذا مرتاح له. فبعنات أن وبعدين الأطباء يعني يعتمد على عدد المسجلين عندهم، يصير لهم مكافأة أكثر. هذا البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الأداء في مراكز الرعاية الصحية الأولية في إطار السعي إلى تعزيز الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وتعزيز التنافسية لتحسين جودة الخدمات من خلال التوزيع المتكافئ بين الأطباء عبر نظام نصيب الفرد. دائما عن الطبيب واحد عارف قصته من بدايته لنهايته، فيعني يعطيه خدمة أحسن. لو احتاج انه يوديه المستشفيات يعني حق مستشفى التخصصية مثلا حق مستشفى السلمانية أو أي مستشفى، عقب ما يشوفونه في المستشفى مرة مرتين أو بالكثير ثلاث، لازم يرجعون المريض بتقرير إلى طبيب العائلة، حتى طبيب العائلة يتابع على طول. يعني كانت مسألة عندنا استمرارية العلاج، إنه يعني العلاج بيصير له مسارات، إنه يعني مكتوبة، يعني حالة مثلا الضغط لها مسار، حالة السكر لها مسار، ومتى يعالجني الطبيب في المركز، ومتى يحولني إلى الطبيب في المستشفى، وش المستشفى يرد علي، وشلون تابعهم، كلها ضمن خطة يعني. مشروع التسيير الذاتي والذي يأتي متوافقا مع برنامج عمل الحكومة الموقرة، ويساهم في تنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية. يأتي هذا المشروع ليساهم في تعزيز الصحة الأولية في البحرين بتقديم خدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية، يتم تنفيذها من خلال برنامج متكامل تم وضعه لتحقيق هذا الهدف. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.